فينا من المغرب. مهندس أحمد كريم سلمان من العراق. كنت محتاجة فعلا مساعدة ومساعدة. أن أقدم جزيل الشكر للقناة. شكرا من كل قلبي لقناة منحمة كل الألوان. امتناني لمصداقيتها. كرمال هيك أنا بحب أشكر أصحاب القناة، بحب أقول لهم شكرا لكم ويعطيكم ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأتمنى رب تكونوا بخير وبصحة كويسة. إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة دراسية ممتازة جدا. بس قبل ما أتكلم عن المنحة دي حاب أوضح لدي قناتنا، قناة منح من كل الألوان، عليها فرص ومنح كتيرة جدا. بالإضافة كمان ده الويب سايت الرسمي الخاص بينا، هتلاقوا عليه فرص ومنح كتيرة برضو. فياريت تتصفحوا القناة والويب سايت عشان تعرفوا على أحدث المنح الدراسية. كمان ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتضغطوا على الجرس الصغير ده عشان كل الفرص والمنح توصلكم بسهولة. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. بالنسبة لمنحة النهاردة هي عبارة عن منحة دراسية في إندونيسيا ممولة بالكامل وبها تخصصات كثيرة جدا. طيب بالنسبة للدولة اللي هيكون فيها الدراسة، زي ما احنا قلنا الدولة هي دولة إندونيسيا. بالنسبة للجهة المانحة اللي مقدمة المنحة دي هي جامعة اسمها University of Dumangiro، تمام؟ دي موجودة في مدينة اسمها مدينة سامارانج في السنترال جافا أو في المركز الرئيسي لإندونيسيا، تمام؟ ومدينة ممتازة جدا، والجامعة دي جامعة ليها ترتيب عالي ومصنفة من 1000 جامعة من الكيو اس، يعني 1000 جامعة على مستوى العالم، وانشأت عام 1957، تمام كده؟ طيب بالنسبة للدول المتاحة للتقديم في المنحة دي، جميع الدول المتاحة للتقديم سواء انت من دولة عربية افريقية اسيوية بتقدر تقدم على المنحة دي بكل سهولة. بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة ليها المنحة دي، المنحة دي يا جماعة موجهة لدرجة الماجستير فقط، يعني لو انت مخلص بكالوريوس او اخر سنة بكالوريوس تقدر تقدم على ماجستير، مخلص ماجستير وعايز تدرس ماجستير مرة تانية تقدر، انما عايز تدرس بكالوريوس او دكتوراه غير متاح في المنحة دي، تمام؟ بالنسبة للمنح المتاحة وانواع المنح، عندنا التمويل هنا في المنحة دي. سيحصل الفائز بالمنحة الدراسية المقدمة على أول حاجة هتاخد السفر بالطائرة الدولية ذهابا وإيابا من الدرجة السياحية، تمام؟ يعني هيبقى عندك تذاكر الطيران في الذهاب والعودة من الدرجة السياحية على حساب المنحة. كمان هتاخد عند وصولك لأول مرة لإندونيسيا للجامعة هتاخد راتب قدره، تمام؟ او هتاخد زي كده مكافأة قدرها 2.5 مليون روبية اندونيسية بتدفع مرة واحدة عند الوصول، ودي يعني عشان تظبط بيها نفسك كده عند بداية الوصول، تمام؟ كمان هيكون ليك كل شهر راتب، الراتب ده برضو بيقدر ب 2.5 مليون روبية اندونيسية، وده كافي جدا للمعيشة والسكن والطعام شهريا. و2 مليون ونص تقريبا بيعادلوا 200 دولار او 250 تقريبا، حاجة زي كده، وده مبلغ كبير في اندونيسيا هنا بتقدر تعيش بيه وتأجر سكن سواء داخل الجامعة او خارجها، بالنسبة لوجبات الطعام، بالنسبة للتنقلات، كل ده بيغطوا لك الراتب الشهري، تمام؟ كمان سيتم دفع بدل الكتب لكل فصل دراسي، رسوم الكتب الدراسية هيتم دفعها ليك لكل ترم. كمان نفقات الانترنت هيتم تزويدك بشريحة للانترنت تقدر تستخدمها بالمجان. كمان هيكون في تأمين صحي في حالة لا قدر الله حدوث مرض او حادث، هيكون كل تكاليف العلاج على حساب المنحة. كمان عندك الرسوم الدراسية بالمجان، هيتم التنازل عن كافة الرسوم الدراسية، تمام كده؟ طيب بالنسبة هنا عندنا جروبنا على الواتساب، وهنا عندنا جروبنا على التليجرام، ياريت تنضموا عليهم عشان توصلكم احدث المنح الدراسية. طيب بالنسبة للتخصصات المتاحة في المنحة دي، عندنا تخصصات عديدة، عندك زي الكيميكال انجينيرينج متاح، الهندسة الكيميائية، الهندسة الميكانيكية، تخصص الاقتصاد، إدارة الأعمال، تخصص يعني الحقوق، تخصصات كتيرة جدا، هتلاقي عندك تخصصات عديدة تقدر تقدم عليها، تمام؟ طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي، اول حاجه عندك ملء ابلكيشن منحه جيدا، تملى ابلكيشن منحه بشكل كويس، تحط صوره جواز السفر بتاعك، تمام، تحط السيره الذاتيه بتاعتك، وتحط خطاب النيه، تمام، تعمل موتيفيشن ليتر او بيرسونال ستيتمنت يكون بشكل كويس، تعمل خطاب توصيه، تمام، او تجيب خطاب توصيه من يعني من احد اساتذتك او شخص اشتغلت معاه سابقا، كمان شهاده اخر مؤهل دراسي حصلت عليه، واذا انت في اخر سنه بتحضر شهاده السنه اللي قبلها، تمام. ده بالنسبه للمؤهل الدراسي. هنا عندنا تنويه ان المنحة دي ليس بها حد اقصى العمر، المنحة دي متاحة لجميع الاعمار للتقديم فيها. كمان يمكنك التقديم اذا غير متاح معك شهادة اللغة الانجليزية، مش مطلوب فيها شهادة اللغة الانجليزية بشكل الزامي. كمان زي ما احنا قلنا لو انت خريج او في اخر سنة من المؤهل الحالي بتقدر تقدم عادي. بالنسبة لاخر معاد للتقديم هو 10 يوليو 2021، ده اخر معاد، وطبعا يعني ما تبقاش وقت طويل، فريد تبدأوا تجهزوا نفسكم للتقديم للمنحة من دلوقتي.
ملاحظة هنا عندنا، طبعا قناتنا قناة منح من كل الألوان، بتوفر خدمات إضافية زي اللي احنا بنوفر منح دراسية مضمونة القبول 100% في الصين، كمان خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة منحة انت عايزها، يعني لو عايز تقدم من خلالنا على المنحة دي متاح، خدمة تجهيز الأوراق بالأوراق بشكل احترافي تستخدمها في التقديم بنفسك في أي منحة انت عايزها، وخدمة التقديم على الكورسات. ولو عايز أي خدمة من الخدمات دي بتلاقي رابط خدماتنا في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وكمان رابط خدماتنا هنا، بتملأ الخدمة اللي انت مهتم بيها وبنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء. طيب خلينا دلوقتي نروح بقى نشوف الاعلان الرسمي للمنحه. تيجي تضغط على كلمه الاعلان الرسمي ده عشان يفتح معاك كافه التفاصيل الخاصه بالمنحه اللي انا قلتها، تمام؟ فهنا ده الموقع الرسمي للجامعه، تمام؟ هتلاقي عليه كل التفاصيل، وبيقول لك هنا اخر ميعاد 10 يوليو 2021. هنا هيكلمك على السكولرشيب، هيبدا يوضح لك ايه التخصصات المتاحه هنا اللي احنا قلناها، تمام؟ وهنا الجامعه مصنفه من الالف على مستوى العالم، تمام؟ من ضمن 1000 جامعة على مستوى العالم. هنا الأوراق المطلوبة، هنا هيكلمك على المميزات، منحة بتشمل ايه، راتب، دراسة مجانا، كل ده، فهيتم توضيح ليك التفاصيل هنا، تمام كده؟ طيب وبيقول لك ان الدراسة تبدأ في أغسطس 2021، في نهاية أغسطس أكيد، ومع بداية سبتمبر بتبدأ الدراسة، تمام كده؟ طيب خلينا دلوقتي بقى نروح نشوف كيفية التقديم. هتيجي ترجع تاني هنا وتضغط على كلمة قدم الآن عشان يفتح معاك أبلكيشن التقديم. لما تضغط على كلمة قدم الآن أبلكيشن التقديم هيفتح معاك بهذا الشكل، تمام كده؟ طيب هيطلب منك أولاً، هنا إنك تعمل أكونت، تمام؟ عشان تسجل تحط الإيميل والباسورد بتاعك، فهتروح عند كلمة ريجستر وتعمل أكونت، تحط رقم جواز السفر بتاعك، تحط الإيميل بتاعك، تحط الباسورد، وتعمل كونفيرم الباسورد، بعدين تضغط على كلمة سبميت، ويبقى أنت كده سجلت أكونت. ترجع تاني، تمام؟ وتضغط بقى على اللوجن من هنا وتكتب الايميل بتاعك وتكتب الباسورد وتعمل لوجن وتدخل للابلكيشن مباشره. لما تدخل للابلكيشن هيفتح معاك الابلكيشن بهذا الشكل، تمام؟ الابلكيشن هيفتح معاك بالشكل ده. اول حاجه هيطلب منك تحط صوره شخصيه، فتعمل ارفاق للصوره الشخصيه بتاعتك هنا، البروفايل داتا اللي هو اسمك بقى، اسم العائله، الجندر بتاعك، نوع الدم بتاعك، البلود اوف تايب، تمام؟ او تايب اوف بلود، وبتحطه هنا، والمكان الولادة، تاريخ الميلاد، عنوان الإقامة الحالي، الدولة اللي انت مقيم فيها، رقم جواز السفر، رقم الهاتف، كل ده بتحطه هنا. بعدين بتروح للبيرنتس داتا او الفاميلي داتا، وبعدين هنا بتحط بقى اسم الأب، وطبعا المؤهل الدراسي بتاعه، الأم نفس الشيء، طبعا بتقدر تحطها أو ما تحطهاش، يعني دي بتبقى معلومات إضافية، تمام؟ بالنسبة للفاميلي داتا معلومات إضافية، إنما البروفايل داتا معلومات إلزامية أو إجبارية إنك تحطها، تمام؟ طيب بعد كده خلصت بقى أنت الجزء ده، تمام؟ بتروح بقى للجزء اللي بعده، هو اختيار البرنامج اللي أنت عايز تقدم عليه. فأنا هنا هروح أختار دي، لما تيجي تختار البرنامج تختار دي، جرادويت ديجري يونيت سكولرشيب، تمام؟ فبتضغط على الكلمه دي، وبعدين بتختار سيلكت، انك عايز تختار السكشن اللي انت هتقدم فيه على درجه الماجستير كمنحه. طيب وهنا بقى بتيجي توصل للصفحه دي، هنا بيكون الاي دي بتاعك، هنا طبعا تم اختيار نوع المنحه، وهنا بيكون اختيار التخصص، انا على سبيل المثال اخترت ماستر اوف اجري بزنس، خلاص. وبعدين بروح على الدوكيمنت اتاتشمنت، ارفاق الوثائق او الاوراق بتاعتك، تمام كده. هيطلع معانا قائمه الاوراق المطلوبه مني اللي انا اضيفها، زي شهاده التخرج بتضيفها، ترانسكريبت، تمام، البيرسونال ستيتمنت او الموتيفيشن ليتر، السي في بتاعك، صوره جواز سفر، كل الاوراق دي بتضيفها. بعد لما بتضيف الاوراق دي بتضغط على كلمه سبميت هنا، ويبقى انت كده قدمت بنجاح للمنحه، تمام كده. فيبقى احنا كده شرحنا كل تفاصيل المنحه، منحه ممتازه جدا، اخر ميعاد 10 يوليو 2021، ما تبقاش وقت طويل. كمان ما تنسوش خدماتنا الاضافيه للتقديم بشكل احترافي من خلالنا، وان شاء الله باذن الله يكون بالتوفيق والقبول للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.